تمام والله. مبروك النهارده الماتش طبعا، وانت عملت كرة حلوة قوي، كانت ممكن تبقى من احسن اهداف الدوري، بس طبعا ده نصيب يعني. لا الحمد لله طبعا، اهم حاجه الثلاث نقاط النهارده وبدايه كويسه، وطبعا الواحد يعني لازم يشكر الشرطه والجيش على تنظيم اشوف النهارده كل ماتش الناس بتشكر كره الشرطه. محترمه، اكيد يستاهل. وفي نفس الوقت بشكر جمهور الاهلي على يعني عندهم وعي وثقافه، وكان كان موضوع يعني ماتش النهارده كان صوره محترمه، والحمد لله ان احنا كسبنا الثلاث نقاط وكملت الصوره الحمد لله. كابتن رمضان السيد موجود معانا، كابتن احمد رزق. يا فضل طبعا مبروك بتكلم يا على فضل، كابتن رمضان. كابتن احمد ازاي عارف، الله يبارك في حضرتك يا كابتن، الله يخليك، مبروك يا فضل. اولا يمكن الكره اللي قالك عليها شريف الحقيقه كانت من احلى الكور الحقيقه اللي موجوده النهارده في المباراه، وانا يعني بتمنى ان شاء الله باذن الله استمراريه ليك يا فضل، واعتقد ان انت ان شاء الله باذن الله في الاستمراريه هترجع لنا فضل اللي احنا عارفينه من احسن المهاجمين اللي موجودين في مصر باذن الله. حضرتك يا كابتن شكرا طبعا على كلام حضرتك، وان شاء الله يعني احنا كلنا حضرتك عارف ان لما الفرقه بتبعد عن الماتشات يعني متواصله بتبقى الاداء بيبقى مش كويس الى حد ما، بس الحمد لله النهارده احنا الدور الثاني عاوزين نجمع نقاط، وفي نفس الوقت برضو نبقى يعني نتمتع بالكوره ونمتع الجمهور، فان شاء الله كل ده هيجي بالماتشات المتواصله اللي ورا بعض ان شاء الله. والحمد لله الثلاث نقط النهارده يعني مهمين جدا، وبالتوفيق يا فضل ان شاء الله باذن الله. حضرتك في